عايزين نعرف من حضرتك ايه سبب الوقفه النهارده امام سينما رجلي؟ هو الوقفه النهارده دي وقفه احتجاجيه، احنا بس محتاجين ان الجيش بتاعنا خط احمر. احنا مش ضد حريه الاعلام، واحنا مش ضد ان اي حد يقول رايه، مش ضد ان احنا نسخر من اخطائنا واوجاعنا عشان نواجهها وعشان نصلحها ونعالجها، لكن بنقول ان احنا واحنا بنعمل ده لازم نبقى مراعيين حاجات كتيره قوي. مراعيين ان في حاجه اسمها امن قومي، في ظروف بتعدي بيها البلد، في حرب موجهه ضد مصر وهدفها تقسيمها. احنا بس بنقول اللي عايزينه. معلش بقى لغايه دلوقتي العماره ايه؟ ولعت. الله يقطعك يا بعيد، لا يا مال النور يقطع. احنا بنقول ان التوقيت اللي احنا فيه دوت البلد بتواجه حرب، حرب خارجيه وحرب داخليه ليها محاور كتيره قوي. من اهم المحاور اللي احنا بنواجهها دلوقتي محاوله تقسيم الشعب لفئات، المحور الاولاني. المحور الثاني اللعب على حكم العسكر والعوده الى حكم العسكر. المحور الثالث هو تقسيمنا بقى، الشباب عايز ومش عايز، ودول حزب وطني وفلول، ودول اخوان. يا جماعه احنا في مرحله خطر جدا، احنا في مرحله لازم نلم فيها الشمل ونتوحد خلف حاجه واحده، والحاجه الواحده الحقيقيه القويه الباقيه في مصر دلوقتي بعد الثوره هي القوات المسلحه. فاحنا في متطوع في الجيش المصري طول الوقت بندعم الجيش، وبنقول ان الجيش خط احمر يا باسم، الجيش خط احمر والبلد مش مستحمله، وفي امن بلد كله ما ينفعش ان احنا نلعب في المنطقه دي. نحاول ان احنا نصلح اخطائنا ونتحمل. يعني انت مع ان هو يتكلم في اي موضوع الا ان هو يتكلم مع الجيش؟ على الجيش المصري. طبعا احنا انا اعلاميه هنقد، وطول عمري بنقد واواجه الاخطاء وبروزها علشان نحلها وعلشان نوصل ان احنا نعالج اخطائنا ونحلها ونوصل بالبلد انها تكون افضل، لكن الجيش خط احمر. طب هل في اشخاص يعني من الاعلاميين برضو زي باسم يوسف بيوجهوا برضو رسائل مسيئه للجيش المصري، او الالفاظ المسيئه او الصور المسيئه؟ بص هقول لك، ولا هو الوقفه عشان باسم يوسف تحديدا؟ الوقفه علشان الاساءه للجيش، احنا مش ضد باسم يوسف، احنا ضد الاساءه للبلد وضد الاساءه للجيش. وعايزه اقول لك ان مش باسم بس وهو بيتريق او بيسخر من الجيش بيسيء للجيش، لا، في برامج تانية اخرى موجوده على قنوات كتيره، منها مثلا البرنامج بتاع السما المصري. يعني هي المفروض ان هي بتدعم الجيش وبتكلم كويس عن الجيش، لكن في الحقيقه هي بتسيء اساءه قويه جدا للجيش. الوقفه النهارده بالتنسيق بين نقابه الاعلاميين وحمله متطوع في الجيش المصري، والحقيقه احنا من هنا بنطالب نقابه الاعلاميين بالتحرك الفوري لوقف باسم يوسف اذا لم يرتدع عن مهاجمه الجيش والسخريه منه. اللائحه في النقابه بتقول انه ما يجوزش ان اي حد غير اعلامي يشتغل ويطلع على الشاشه بدون ما يكون عضو في النقابه او يحمل تصريح نقابي من النقابه. باسم لا هو عضو في النقابه ولا عنده تصريح انه يشتغل، باسم دكتور، فاذا كان عاوز يعمل برنامج لازم ياخد تصريح من النقابه ويلتزم باللائحه.